مرحبا خلوني، شلونكم؟ بهذا الفيديو راح نتعلم شلون نختار الصورة المناسبة حتى نرسمها، لأنه إذا أنت تعرف هاي المعلومات already فراح تشوف إن الفيديو ما له معنى، بس هواية ناس محتاجين يعرفون المعلومات الموجودة بالفيديو، لأنه هواية ناس يجون يشوفون الرسوم أصلاً لصور هي ما تصلح للرسم. مو كل صورة تشوفها هي تصلح للرسم، الصور اللي تصلح للرسم بيها مواصفات معينة، وأنا راح أعلمكم منين او شلون راح تطلعون هذه الصور. فراح اسجل الشاشه. So let's get started. اول شيء نروح الجوجل. طبعا احنا ما راح نبحث في جوجل، لان جوجل راح يطلع لك ملايين الصور، ومن ضمن هالصور احتمال يطلع لنا صور احنا ما نريدهم. فراح ندور على Pinterest. This one. ندخل على Pinterest. أنا أنصحكم تسوون بي أكاونت، لأنه مو تقدرون تسيفون بي الصور. تقدرون تنزلون من عند صور همينة. فخلينا نبحث. أولاً إذا تريد ترسم بورتري، ابحث عن كلمة بورتري. الفرق بينه وبين جوجل إنه جوجل إذا كتبت الكلمة خطأ راح ينطيك خيار انه صححها، من يقولك هل تقصد فلان شيء، بينما هذا لازم تكتبها بالمضبوط. فنكتب بورتري. شوفون طلعت عندنا كوما صور. طبعا شوفون، اول شيء حتى نختار صورة مناسبة خصوصا بالنسبة للمبتدئين اللي هسوهم بعدهم يتعلمون رسم بورتري، لازم نختار صورة تكون دقتها عالية. الدقة العالية هي من يعني أهم المقومات اللي تخلينا نختار صورة معينة كرسمة لبورتري. ثاني شيء، أنا أنصح إذا تريدون تتعلمون بورتري إن تختارون صور يعني أسود أبيض بلاك أند وايت. شيء مهم إن نختار صور تكون واضح ظل الضوء مالتها، يعني مو جيب واخذ اي صورة. لا، هسا عندكم مثلا هذه الصورة، هذه الصورة هي صح واضحة بس شوية بيها صعوبة، هاي بيها طن ظل، هاي البوز مالتها صعبة، بس هاي كلها مناسبة للصورة. عندكم هذه perfect، عندكم هذه بس البوز مالتها صعبة، عندكم هذه كلش perfect. حسنا نجي على ده، حسها طبعا اعلان لل يسمونه موقع. المهم عندنا هنا فوتوغرافي. فوتوغرافي هي التصوير، صور انه البورتري هو صور مع البورتري. هنا paintings. paintings هي حيطلع لك لوحات اصلا لرسم موجود. هنا poses ممكن يطلع لك الرأس او الإنسان مع عدة pose، يعني مع عدة مو حركات، لقطات يجي شيء. يعني illustrations هي الرسم بالديجيتال. female ما تعرف بس females بس بنات. هنا ideas تعطيك أفكار. هنا reference في حالة reference اللي هي ممكن نستخدمها بالرسم، ناخذ اللقطة بس ناخذ pose بس، ناخذ مثلا وضعية الرأس او الجسم. واحنا شنو احنا نرسم الباقي من خلالنا كرفرنس اذا نحتاجه. lightings والله ما ادري، نجربها. creative اشياء بيها حلوة، فاحنا نقدر نختار اي شيء. خلي نشوف مثلا نكتب black and white. بعض عندنا هنا كوما بلاك اند وايت رسوم، ممكن نحن نستخدمها بعض، هاي شي حلوة. بحال تختارون فتشي يكون تعرفون رسم رجليع، تعرفون شلون حترسموه، لا تختارون شي عشوائي. بعض هذي هذول اللي يدورون رسوم يعني قوية وكذا، هذه اللي يدورون تفاصيل بالنسبة للسكين البشرة،
مثل البشرة شايفين دول يرسمون تجاعيد هيجي بعض الوضوء مع المي ينعكس على الجسم شيء خرافي. بما انه هسه اني شوفتكم بينترست اتمنى انه تجون هنا تاخذون من عنده صور، اتمنى انه يكون اكو تنوع بالرسم. يعني اني دا اشوف مثلا فد رسام معين خصوصا بالنسبة للاجانب، رسام معين رسم صورة معينة خلص الناس كلها راح ترسم هاي الصورة، بحيث حتى نشوف اشياء متكررة رسوم متكررة، ف يعني بورينج شي ممل. هسه بعد شوفوا هنا خيارات طبعا كلش 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 كبيرة، تقدرون تلقون كوما اشياء حلوة. يجي على بالكم شي بسوي له بحث، بس تأكدوا شغلة مثل ما قلت لكم الكلمة لازم تكون مضبوطة حتى يسوي لكم بحث، اذا كانت الكلمة بيها خطأ املائي ما راح يلقي لكم بحث. خلي نكتب بالله خلي نشوف paintings بالله مثل الأشخاص يحبون يرسمون أشخاص كبار حتى التجاعيد وهيجي بكل بساطة تقدر هاي شنو سخم الله وجهها. مهم، أتمنى إنه الفيديو استفادتوا من عنده رغم إنه في الفيديو بسيط خفيف، بس أتمنى إنه مرة ثانية ما أشوف أشخاص يرسمون صور مو واضحة، صور ما بيها تفاصيل، لأنه الفكة من الرسم بالتفاصيل مالته. بقى هذا صورة حلوة. أي المهم، وهذه جن. المهم، فكلش حلو لما نرسم فتشي نخلي المقابل يصفن عليه يباوع عليه، مو مجرد رسم باوع هاي خلاص. حاولوا تلقون صور بها تفاصيل، حاولوا من ترسمون همنا ما ترسمون فقط من رسوم، رسموا من الصور حتى تكونوا شوي كرياتيف، حتى لا الرسمة اللي رسمها 10-12 فنان تجي انت همنا ترسمها هالشي ممل، خصوصا اذا ما كنت مبتدئ. يعني اذا تريد جديات ان تشتغل على نفسك حتى على الأقل ما تكون رسمتك مملة، الشخص اللي يشوفها ما يقول أنا شايفها مليون مرة، على الأقل يشوف هذا شيء جديد. فكم مرة قلت على الأقل شيء مليون مرة؟ anyway هم قالت anyway يعني على أي حال، يعني على أي حال شنو بالعراقي؟ المهم كتبوا لي على أي حال شنو بالعراقي، والله ما أعرف شنو نقولها إحنا نسيت. المهم خلوني اختم الفيديو ويا ربي استفادتوا من عنده. اريد اشوف رسوم جديده، اريد اشوف اشياء جديده، اريد اشوف ناس رسم اشياء فيكه. فاذا رسمتوا واستفادتوا من الفيديو ورسمتوا في شيء فيكه سووا لي تاج على الانستغرام، وحسابي هو سارة ارت نفس الاسم مال يوتيوب مالتي. هس راح اقول لكم باي باي، بس قبلها راح اقول لكم stay safe stay happy and always smile. اشوفكم في فيديو جاي، باي باي.